إنها الفنانة السورية أمينة محمد، نرحب بها أجمل ترحيب ونتعرف عليها من خلال هذا التقرير اللي أعددته لكم. من سوريا جاءت لترتمي في أحضان العراق وتحديداً في أربيل، وهي تشكو الدمار الذي لحق ببلادها نتيجة الحروب التي نال العراق جزءاً كبيراً منها. في كردستان العراق لملمت أمينة محمد أوراقها وأحلامها لتعمل في مجال تتكلم فيه بالألوان عن مشكلات اجتماعية، فبرعت في المكياج السينمائي لتصور مخاطر العنف الأسري وتنشر التوعية بخطورة فيروس كورونا، ولم تنسى مشاركة أشقائها في انتفاضة تشرين أكتوبر لتساهم معهم في إيصال معاناتهم والهدف من ثورتهم إلى العالم أجمع عن طريق الفن. أمينة محمد واجهت الصعاب بالإصرار لتثبت أن الفن والطموح والأمل بغد مشرق أعظم سلاح لمواجهة عشاق الظلم والفساد والحروب والدم.